الدكتور بن دموم مدير مصحة الأطلس بني ملال، اتجهت هذا المنبر هذا باش نوضح للرأي العام لا سيتياسيون اللي كنعيش فيها أنا من بعد واحد الضغط اللي استمر عليا وعلى المصحة ديالي لمدة ديال 4 شهور. هاد 4 شهور من أول شهر 5 إلى اليوم، ومازال لحد الآن مازال الاستفزازات قائمة. القصة بدات ملي جا عندي واحد السيد مدعو سعيد كريم، إثر واحد حادثة شغل بضيعة فلاحية أدت إلى إصابة الشريان ديال الكيدوز ديال الدم ديال اليد ديالو. عملية جراحية استغرقت 5 ساعات لإنقاذ الحياة ديالو أولا، ثم إنقاذ الوظيفة ديال العضو. من بعد صيفطناه لمراكش لإجراء فحوصات تكميلية، وفقدناه ما بقيناش عاودنا شناه إلا من بعد 4 شهور. جا مبتو اليد كيدعي بأن المصحة دارت أصابته بواحد الخطأ طبي، وديك الساعة كان رافض باش يمشي للقضاء مؤازر مع هاد الناس بالتشهير، وهذا مراد من هاد الناس، هذا هو الاستفزاز والاسترزاق. أنا هادشي اللي هذا هو لا كونكلوزيون فين وصلت في آخر المطاف. مشيت عند السيد وكيل الملك اللي تجاهلني في الأول، ومشيت عنده مرة ثانية اعتقلني، وبدعوة أنني كنت النيابة العامة، ولكن في الآخر طلق الصراح ديالي بدون متابعة. من بعد حطيت دعوة في هذا المجال هذا بهذوك الناس اللي كيأزروا المشتكى به ومشتكى به نفسه، حطيتها أمام النيابة العامة. لكن من بعد تقريبا مر واحد شهر ونص كانت فقدة لقيتهم حفظوها. هاد الناس اللي ازروه كيحاولوا ما امكن باش يقلبوا على وسائل باش يلفقوا التهم، بينها التهمه ديال اللي بغيت ندوز فيه بالسياره، تهمه بان اللي بغيت نختطف واحد الضحيه، يعني شي اساليب شغل اساليب ديال العصابات. انا ما قديتش هذيك المسائل كامله، ولكن الحمد لله النيابه العامه قامت بحفظ هاد الشكايات هادو. ولكن هاد السيد هذا ما وقفش على التشهير بالمصحة ديالي، قمت كاع بواحد الدعوة استعجالية أمام المحكمة الابتدائية، حكمات بعدم قبول الطلب. يعني السيد غادي يبقى حاط ليا اللافتة ديالو أمام المصحة وفيها المرضى في خطر، وبعد خطرت كلها سبب كل هاد التشهير، والتشهير في الفيسبوك ما مخليش على راحتي كاع. لحد الآن ما كان حتى شي إجراء ضد المصحة، لحد الان الدعوه مازالت جاريه امام المحكمه. الى ثبت بانه كاين خطا طبي غادي يكون التعويض ديالو، ولكن بالنسبه لقضية انا العمليه ديالي درت عمليه نقد الحياه ديالو وعاد نشوف لا فونكسيون ديالها، واليد ما تقطعاتش عندي، كاين تداخل مسؤوليات. وهذا الشيء كلشي ملي مشيت انا كنشوف المآل ديال الشكايه اللي كنت درت هذوك الناس لقيتها محفوظه، والشكاية ديالو بالنسبة لخطأ طبي مازال كتروج أمام المحكمة. يعني القضاء راه خدام، خلي القضاء يدير خدمته. هاد بالكابوس عبد الرحيم وهاد عشاق إبراهيم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي جاو قلت لهم هادشي اللي كدير ماشي هو، هذا كانتو حقوقيين دافعوا عليه أمام القضاء، والقضاء راه غادي واخد مجراه. يعني فين بغيتو توصلوا كاع؟ قال لك حنايا ما تهضرش معنا، هضر معاه هو. قلت له أنتم اللي جايبينه. في الاخر هذاك السي عشاق ابراهيم في الاخير اللي عرفتي اش غدير، يلاه نمشيو للمحكمه. تم غادي للمحكمه، دخل هو للمحكمه غادي كيغوت وكيصرخ غير ابي بالحرمه ديال هذاك المكان. سمعنا الوكيل المالي قال لهم هبطوا من المخفر، هبطنا المخفر، بدا هو كيهضر في التليفون. قلت للبوليسي قلت له بون غنمشي نجيب التليفون ديالي، قال لي لا. قلت له علاش؟ قال لي عندي امر ديال النيابه العامه. قلت له مشي جيب التليفون ديالها، يمكن تعيط عليا المصحة الاخر نتبع الاحوال ديال المرضى. لا ما تخرجش، في حين انه هو عنده التليفون ديالو، راه عنده التليفون في الاخر، حيدو التليفون. شويه كنسمعو كيتوجع، انا ما يمليه الضمير ديالي، نت باغي نشوف اشنو اللي كاين، كنلقى كيتوجع، ما حسيتش براسي تطحت. المهم ما علينا شيء، مشيت للمصحة خصوصية، داروا السكان، بينوا بان كاين جلطة دماغية. اضطروا الاخوان قال لك اودي باش نزيد نشخصوا مزيان هذه المساله، نسيت لان التشخيص مغلط لي غام في الدار البيضاء. جيت وبقيت هنا راقد في مصحه خصوصيه تقريبا 6 ايام، دار داك التشخيص المغناطيسي الحمد لله كان نورمال. دابا انا كنتمسك بمتابعه ديال هاد الاشخاص، وكناشد جميع السلطات باش كل واحد من المنبر ديالو يقوم باللازم ديالو. انا مواطن كنطلب الحمايه ديالي من عندك، انكرتيني وسميتو واعتقلتيني بطريقه تعسفيه،
هذه المساله كنطلب من المسؤولين باش يدخلوا في هذا المجال هذا.